السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأوفياء، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. وكيف العادة لأول مرة كيشاهد القناة، ما ينساش يتابونا وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الأخبار، فضلا وليس أمرا. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، لأول مرة كتبان مايا في هذا الدرجة، اولا كيف كنقولوا في هذه الحاله النفسيه، درجه ديال الاحباط اللي وصلوها ليها الناس بقوه الهجومات والضغوطات اللي كتعرض لهم. ماشي لاننا ما كنتفقوش مع بزاف من الافكار اللي كتحط اولا بزاف ديال المعتقدات ديالها، هي ان الناس يهاجموها بواحد الشكل سيء. نخليكم مع مايا دبيش، وكيف كنقولوا الاراء كتختلف، وشخص يحترم على رايه. On te donne un camp. C'est horrible, vraiment. Je vais vous dire comme... Je encore pour la centième fois. Je suis un être humain, j'ai un cœur, j'ai des émotions. On est différents depuis plus de 8 ans, c'est horrible. Quand j'ai vu hier le show de le Moulin Rouge, les artistes ont l'énergie magnifique. مقدرين، تحت ما كيقلب لهم على عيوبهم، على بونسي كي سون بارفي. بيرسون ني بارفي، فو نيت با بارفيت ني بارفي، بوركو فوز اتوندي دو موا كو جو سوا بارفيت.